السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. نلتقي اليوم في قاعدة إملائية جديدة بعنوان وصل أن الناصب للفعل المضارع بلا النافية. خلينا يا سادس نتذكر مع بعض شو حكينا عن لا النافية. حكينا عن لا النافية سابقا إنها إيش؟ تنفي وقوع الحدث بعدها، إذن تنفي وقوع الحدث بعدها، وأيضا لا تنصب ولا تجزم، إذن هي لا تنصب ولا تجزم، بالتالي الفعل المضارع بعدها يبقى ماذا؟ يبقى مرفوعا، إذن الفعل المضارع بعدها يبقى مرفوعا، إذن عمل لا النافية إنها ما بتنصب وما بتجزم، الفعل المضارع بعدها يبقى مرفوعا، وأيضا تنفي وقوع الحدث بعدها. خلينا نشوف المثال الآتي: لا يضيع الأمانة إلا خائن. هل هو يضيع الأمانة؟ لا يضيع، إذن يضيع لا يضيع، إذن هنا نفينا وقوع الحدث بعدها. طيب حكينا هي ما بتنصب وما بتجزم، بالتالي الفعل المضارع بعدها إيش رح يكون؟ مرفوع. طيب يضيع هي إيش؟ فعل مضارع لأنه زمنها الآن، يضيع الآن فعل مضارع، وحكينا إنها ما بتنصب وما بتجزم، فإيش؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خلينا أيضا نتذكر حروف النصب. حروف النصب هي أن، لن، كي، حتى، ولام التعليل. إذا حروف النصب أن، لن، كي، حتى، ولام التعليل. خلينا نشوف المثال الآتي: عليك أن تدرس حتى تتفوق. عليك أن تدرس، طيب أن هي حرف نصب صح؟ طيب بعدها إيش رح يكون فعل مضارع؟ رح يكون منصوب، لأنه إيش؟ هي من حروف النصب أن، فتدرس تدرس الآن، إذن هي فعل مضارع منصوب بالفتحة. طب يتبادر لأذهانكم الآن مثل ليش ذكرتينا بلا النافية وليش ذكرتينا بحروف النصب والفعل المضارع المنصوب؟ ستبين لكم الجملة الآتية لماذا قمت بتذكيركم بلا النافية وأن الناصبة. خلينا نشوف المثال: ينبغي ألا تخالط الأشرار. ألا تخالط، تخالط شو زمنها؟ زمنها الآن، تخالط الآن، إذن هي فعل مضارع. طب توصلنا أنها فعل مضارع، طب فعل مضارع شو يا مس؟ منصوب ولا مرفوع ولا مجزوم ولا مجرور؟ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب أين الناصب الذي نصب الفعل المضارع؟ طب يا مس وين الناصب؟ كيف عرفنا أنها ناصب؟ خلينا نشوف مع بعض. يحدث أن تدخل أن الناصبة على الفعل المضارع بسرعة، إيش بتأتي بعدها؟ لا النافية، إذن تأتي أن الناصبة وبعدها دغري بيجي عندي لا النافية، كما في المثال ينبغي ألا تخالط الأشرار. طيب كيف هاي ألا؟ من شو بتتكون ألا؟ تتكون ألا، ركزوا معي يا سادس، خلينا نحلل مع بعض كلمة ألا عشان تعرفوا كيف وصلنا إنها تكون بهذا الشكل. ألا هي عبارة عن أن الناصبة زائد لا، إذن هي أن زائد لا، فإحنا جينا وشطبنا النون واستبدلنا هاي النون بشو؟ بدنا نحط إشي مكانها لأن حذفناها، استبدلناها بلام، إذن استبدلنا النون بلام، شو بتصبح؟ تصبح ال زائد لا، ال لا، ال لا. طب هيك منظرها مسموح إنه نحكي ال لا؟ بالطبع لا، إجوا لامين ورا بعض، وبالعادة لما يجي لامين ورا بعض شو بنعمل؟ ندغمهم مع بعض، أي نجمعهم مع بعض، بتصير لام واحدة وعليها شدة، فإيش بنحكي؟ نقوم بإدغام اللام الأولى بلام لا النافية، فتصبح كلمة واحدة اللي هي ال لا، وانتبهوا الشدة وين بتكون؟ على اللام، إذن الشدة وين بتكون؟ على اللام، وانتبهوا يا مس للشدة. سؤال: لماذا ألا تنصب الفعل بعدها؟ أول إشي بدنا نحكي إنه تتكون ألا من أن زائد لا. طيب برأيكم من الأقوى؟ أن التي تنصب، أن الناصبة، ولا لا النافية التي لا تنصب ولا تجزم، يبقى الفعل بعدها مرفوعا؟ بالطبع أن الناصبة هي أقوى، إذن أن الناصبة
هي أقوى من لا النافية التي لا تنصب ولا تجزم، ويبقى الفعل مضارع بعدها مرفوعاً. ملاحظات هامة: ألا تختلف عن إلا، فإلا هي أداة استثناء، مثل شو؟ قرأت الكتاب إلا صفحتين، يعني أنا قرأت الكتاب كاملا واستثنيت من قراءة الكتاب صفحتين. فإلا هي أداة استثناء، لكن ألا زي ما حكينا هي تتكون من أن الناصب زائد لا النافية، تختلف عن إلا أداة الاستثناء. طيب ركزوا معي يا سادس، إذا كانت أن المخففة وبعدها لا النافية وبعدها اسم، وبعدها إيش؟ وبعدها اسم وليس فعل. إذن أن المخففة بعدها لا النافية بعدها اسم، يجوز أن تبقى، لازم أنه تبقى أن لا منفصلة، لا ندمجها في كلمة واحدة ونقول ألا، هذا خاطئ، تبقى منفصلة أن لا. خلينا نشوف المثال: أشهد أن لا إله إلا الله، هنا بقيت منفصلة لم ندمجها. لماذا؟ حكينا لأن أن المخففة بعدها لا النافية لا تتصل بكلمة واحدة إذا جاء بعدها اسم. إذن إذا جاء عندي أن المخففة بعدها لا النافية بعدها اسم، يجوز أن نقول إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله، تبقى إيش؟ منفصلة. طيب لا يجوز أن نقول أن لا في الجملة الآتية: ينبغي أن لا تخالط الأشرار. هذه جملة خاطئة بالطبع. ليش؟ لأنه إذا جاء عندي أن الناصبة بعدها لا النافية بعدها فعل، بعدها ماذا؟ فعل وليس اسم. إذن أن الناصبة بعدها لا النافية بعدها فعل، تخالط فعل، شو اللي بصير عندي؟ لازم إن ندمج أن لا في كلمة وتصبح ألا زي ما حكينا. إذن نستنتج مما سبق أن إذا كان عندي أن المخففة بعدها لا النافية وبعدها اسم، يجب أن تبقى منفصلة، أن لا ولا ندمجها في كلمة واحدة ولا تصبح ألا. ولكن إذا جاءت أن الناصبة بعدها لا النافية وبعدها فعل، وبعدها فعل، لازم أنه ندمج أن لا في كلمة واحدة وتصبح ألا. هناك فرق بين لا وألا، بالطبع واضحة، لأنه لا هي عبارة عن حرف واحد يفيد النفي. طيب خلينا يا سادس نحل مع بعض أسئلة الكتاب صفحة 44. السؤال الأول: أعد كتابة ما بين القوسين فيما يأتي كتابة صحيحة في دفترك. ألف: نصحته أن لا يخرج إلى السوق في الأجواء الماطرة بغزارة. طيب حكينا ننتبه دغري للكلمة اللي بعد أنه لا، هي يخرج، يخرج الآن، إذن هي فعل مضارع، إذا جاء فعل، إذن إذا حكينا جاء فعل بعد أنه لا، شو بصير في الكلمة؟ ندمجها في كلمة واحدة فتصبح نصحته ألا يخرج إلى السوق في الأجواء الماطرة بغزارة. إذن جاء عندي فعل بعد أنه لا، إذن رح ندمجها بكلمة واحدة. طيب با: ينبغي أن لا تخالط الأشرار. طيب تخالط، بننتبه بسرعة، أن ولا بعدها شو؟ بدنا نشوف اللي بعدها اسم ولا فعل. تخالط، تخالط الآن، إذن هي فعل مضارع، إذن هي فعل مضارع. طيب إذا جاء فعل شو بنعمل في أن ولا؟ بندمجها مع بعض وبتصير كلمة واحدة وتصبح ألا. إذن ينبغي ألا تخالط الأشرار. السؤال الثاني: في أي الجملتين الآتيتين وردت أن الناصبة للفعل المضارع مدغمة بلا النافية؟ يعني بدهم من الجملتين الموجودات بالكتاب نفرق إنه وين أن الناصبة اللي كانت إيش؟ مدغمة بلا النافية. خلينا نشوف مع بعض الجمل. ألف: لا يضيع الأمانة إلا خائن. إذا لا يضيع الأمانة إلا خائن، ما حدا بيضيع الأمانة باستثناء الخائن.
طيب حكينا عن إلا تفرق عن ألا. إلا هي أداة استثناء، إذن ما بيضيع الأمانة إلا خائن، باستثناء الخائن هو اللي بيضيع الأمانة، إذن إلا هي أداة استثناء. طيب با، قال خالد يجب ألا يبخل الغني بماله على الفقراء والمحتاجين. طيب يجب ألا يبخل، طيب يبخل فعل مضارع، إذن بسرعة رح نتوصل للحل، إنها هي الألف الأن زائد لا النافية ودمجناها مع بعض، إذن رح نستنتج إنه هي أن الناصبة مدغمة بلا النافية لأنه بعدها فعل. هيك يا سادس بنكون كملنا قاعدة وصل أن الناصبة للفعل المضارع بلا النافية، وقمنا بحل التدريبات صفحة 44 من الكتاب، ويعطيكم ألف عافية.